مرحبا بكم في احوال الطقس نهار الخميس. كتوقع مديريه الارصاد الجويه الوطنيه غدا الخميس ان شاء الله غادي تظهر سحب منخفضه خلال الصباح والليل مصحوبه بكتل ضبابيه بالقرب من السواحل الوسطى، كما غادي تلاحظ بعد زوال يوم غد الخميس تمركز سحب غير مستقره فوق مرتفعات الاطلسي الكبير والمتوسط وبالمنطقه الشرقيه. غادي تكون السماء صافيه الى قليله السحب باقي ربع المملكه، غتهب الرياح معتدله الى قويه بعض الشيء من القطاع الشرقي على منطقه طنجه وضعيفه الى معتدله من القطاع الشمالي على باقي المناطق، مع هبوب زوابع رمليه محليه بداخل الاقاليم الجنوبيه. غتتراوح درجه الحراره الدنيا ما بين 9 حتى 14 درجه بالمرتفعات والمنطقه الشرقيه وما بين 15 حتى 20 درجه بالقرب من السواحل والسهول الداخليه الشماليه والوسطى وشمال الاقاليم الصحراويه، وما بين 20 حتى 25 درجه بالسفح الجنوبيه الشرقيه وباقصى الجنوب. غتتراوح درجه الحراره العليا ما بين 20 حتى 25 درجه بالمرتفعات وما بين 26 حتى 32 درجه بالقرب من السواحل والمنطقه الشرقيه، وما بين 33 حتى 38 درجه بداخل لوكوس والغرب وسوس وشمال الاقاليم الجنوبيه، وما بين 34 حتى 40 درجه بالسفح الجنوبيه الشرقيه وبداخل الاقاليم الجنوبيه. الى هنا كتنتهي احوال الطقس، بسلام عليكم. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتوا تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هذا لو بوتون، وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.